في 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 يعني حتى الأسبوع الطابع هناك جملة الحقيقة من المعطيات حصلت. يا ساتر الدعم على طول بتسديده بعيدة تماما يسجل في مرمى الشباب ومرمى الشباب يستقبل هدف. دخل على الخط مع كل من ابراهيم التوري ولاعب عثمان وباري لاعب الجزيرة وإجان لاعب العين وكل منهم الان عنده 6 اهداف. طبعا يبقى المتصدر اللي هو ريكاردو أوليفيرا.